الكتاب منع أو أثار ضجة أو نذر إليه شزرا لأنه شكك في الأمور التي تسوقها البروباغاندا الناصرية. لما اتصدرت كل النسخ طلعت من المطبعة على مخازن الداخلية. صنع الله إبراهيم هو كاتب نقد السلطة. لو شفنا كل كتابات صنع الله هنلاقيها بهذا الشكل. النص ده تحديداً واجه هذه المشكلة لأن صنع الله لم ينخرط في المؤسسة الرسمية. تلك الرائحة هي صدمة على مستويات عدة، ولكن صدمة على المستوى الفني كانت فائقة. تلك الرائحة صدرت سنة 66 بعد خروج صنع الله إبراهيم من المعتقل. صنع الله إبراهيم تعلم في هذا المعتقل الكثير عن الأدب والكتاب، وكان يفكر ما الذي سأكتبه وكيف سأكتبه. لم يكن قد وضع يده على لهجته الخاصة في الكتابة. قعد في المعتقل 5 سنوات وخرج في شبه صفقة مع الاتحاد السوفيتي، بمعنى ان كان في زيارة لخروشوف الى مصر سنة 64 لحضور احتفال تغيير مجرى النيل بسبب بناء السد العالي. فطبعا القيادة السوفيتية قالت احنا ما نقدرش اجي ازور مصر وفي بلد بتعتقل الشيوعيين. كان هم معتقلين 5 سنوات من يناير 59 لغاية مايو 64. في الفترة اللي خرج فيها صنع الله كان خاضع لرقابة قضائية، بمعنى ان هو لازم يكون في البيت نص يوم كامل، يعني كأن الاعتقال تحول من فترة كاملة الى نص فترة. يخرج مش عارف له عنوان، ولذلك اللحظة دي قاسية جدا، حاجة كده لحظة كفكوية. الانسان الصغير والديكتاتورية والاستبداد اللي بيخنقه بيخرج مش لاقي حد يقويه، فيضطر يرجعوا الحجز تاني يبات ليلة لغاية ما اخته تلاقي له مكان يبات فيه. في الفترة اللي كان بيقعد فيها في البيت كان بيكتب يوميات اللي ما يعني خروجه بعد خروجه من المعتقل العالم تغير بالنسبة له، فبدأ يكتب يوميات. كيف خرج من المعتقل؟ علاقته بالشارع، بالناس، بالأصوات، ثم علاقته بمؤسسة الأمن. في الفترة دي كان بيبحث عن لغة جديدة للكتابة، الكتابة التقليدية البلزاكية بتاعت نجيب محفوظ. نجيب محفوظ نفسه تمرد عليها وبدأ يخرج عنها. في هذه المرحلة بعد نشر كتاب مهم جدا عن الروائي الأمريكي هيمينجوي، وهيمينجوي من وصاياه للكتاب لا تكتب إلا عما تعرفه. هيمينجوي يبحث عن اللغة التي تتسم بالدقة وقصر الجمل والابتعاد عن المجاز والتشبيهات والاستعارات واللغة الفخمة والنبيلة. هذا الكتاب لمؤلفه كارلوس بيكر أثر في كل أدباء الستينيات، فهو عجبته هذه الطريقة في الكتابة فبدأ يكتب يوميات. هذه اليوميات قدر هو يشكلها بعد كده في رواية، يعني هو قعد 3 شهور تقريبا يكتب هذه الرواية. عادة تعود القراء على شكل من أشكال الأبداع الأدبي اللي بيبقى أقل خشونة، في نعومة في الوصف، في الرصد، في التفاصيل، في شجون داخلية. ولكننا نكاد نرى في تلك الرائحة عين أو عدسة كاميرا بتصور أشياء بتحدث أمامنا، وأشياء صغيرة مش بس بتصور، دي بتسجل الريحة، الروائح اللي بيرصدها عين البطل الخارج من المعتقل بشكل محايد نستطيع أن نقول، ولكن في نفس الوقت المناظر خشنة والروائح عفنة، وبالتالي دي عملت صدمة كبيرة للمجتمع وللنقاد وللتيار الأدبي آنذاك. هذه اليوميات التي كتبت ببساطة طلع عليها الكاتب الكبير يوسف إدريس، فرأى فيها مع بعض التعديلات رواية،
وكانت هذه هي بداية تلك الرائحة، الرائحة التي توجد في التفاصيل اليومية الصغيرة، سواء في الهواء، في الجو، في الشارع، في قسم البوليس، رائحة ما تطارد هذا الذي خرج من المعتقل، الراوي الذي يتحدث عن نفسه. وهنا بدأت الفكرة وتبلورت، ثم نشر الكتاب. حين صدرت الرواية هو دفع للمطبعة، وقال دفع للمطبعة 20 جنيه، في فترة كان فيها معلن إن مفيش أحكام عرفية، يعني لا يمكن مصادرة الكتاب قبل طباعته، ولكن الواقع إن ممكن مصادرته بعد طباعته. فرأت فيه الدولة كتابا يكشف عن معارضة خفية، عن عدم رضا، يكشف صورة مهمشة للسجين السياسي الذي لا يتواءم مع الإجماع القسري الذي استطاعت الدولة أن تقيمه، أن تحدثه، إجماع المصريين على مجموعة من الأهداف. لما اتصدرت كل النسخ طلعت من المطبعة على مخازن الداخلية على طول، فهو راح يشتكي لأحمد حمروش اللي هو كان مسؤول في الجريدة الرسمية وقتها. فأحمد حمروش ما كانش عارف إن الرواية اتصدرت، فبعد ما كان كاتب تعليق عن الرواية اتصل بالرقابة وقال لهم، واتصل بإدارة المجلة أو الجورنان قال لهم إلغوا التعليق. هذه الرواية الصغيرة إشارة إلى شكل جديد من أشكال الكتابة، وهذا واضح جداً في استقبال الأدباء له، الدهشة والاستغراب وأحياناً الرفض. يعني لما كانت تلك الرائحة النتنة، إصرار يوسف إدريس على حذف كلمة النتنة بحساسية الفنان لدى يوسف إدريس، لأن كلمة النتنة صفة، والصفة تقترب من المجاز، هو يريد فقط أن يتصدر المشهد في الكتابة كلمة تلك الرائحة. تلك الرائحة تنطوي على قدر كبير من الكراهية للرائحة، ولا داعي في هذه الحالة لكلمة النتنة. وهو خد منه بعض النسخ ووزعها على أدباء، منهم هو حكى في مقدمة الكتاب أنه راح ليحيى حقي، ويحيى حقي خدعوا العنوان، افتكر رواية رومانسية تلك الرائحة، فقال له المكتب يعبق بالجمال والعطر. وبعد كده هو عدل في مقال نقدي هذا الرأي الأولي، هاجم الرواية من ناحية التقصد الفيسيولوجي، إن الكاتب يعني منخرط ومهووس بالجنس، ومش بس الجنس مع النساء، الجنس الشخصي، العادة السرية، وإن هو بيوصف نفسه بيعمل العادة السرية. يحيى حقي ما كانش شخص يمكن أن يقال عليه إنه رجعي، ولكن يحيى حقي تربى في ذوق ما، رغم إن يحيى حقي استخدامه للعامية في قصصه كان بردك تمرد كبير على التصور الكلاسيكي عن القص. لكن يحيى حقي شاف إنه الكاتب صنع الله إبراهيم مهتم بالعمليات الفسيولوجية، وده عبر فيه في مقال في المسا ومقال آخر. في نفس الوقت كمان مش بس اللي هاجمه يحيى حقي، كمان أحمد بهجت وأزعجت ناس كثيرين، رائحة المجاري التي تنبعث من وسط القاهرة ووصفها، الغازات التي تملأ بطن البطل القلق، كل ده أصاب يحيى حقي باستغراب، ورأى فيه نوع من أنواع الخشونة الغير مفترض أن تكون في الأدب. رغم أن يحيى حقي في نفس ما قلته بيقول أن في التماعات واضحة في الرواية، ليته اختصر. يعني إذا جئنا إلى ما كتبه يحيى حقي، كان ما كتبه يكشف عن تصور مختلف للأدب. يحيى حقي يحب اللغة الجميلة، وأحياناً تصبح القصة حواراً بينه وبين القارئ، يعني هو يمارس الحديث مع بطله، وأحياناً يوجه الحديث إلى القارئ، ثم يتحدث بصفته كاتباً حاضراً
في الكتابة التي نجدها في تلك الرائحة الراوي جزء من الرواية وليس هو بالضرورة المؤلف، ومن ثم المؤلف يكاد يكون غائب. المؤلف يقدم العالم كما هو دون مديح ودون ذم ودون قدح، ومن خلال أدوات أخرى يعبر عن موقفه. صنع الله إبراهيم سمع أن عبد القادر حاتم وزير الثقافة وقتها خد نسخة من الرواية وراح بيها لجمال عبد الناصر عشان يوري له مدى الانحطاط الذي وصل إليها اليسار المصري، إنهم ناس منشغولة بالجنس. لكن أنا شايف إن السبب الرئيسي ما كانش الجنس. قصة المصادرة أعتقد إنها تمت بسبب كشف الاعتقال والتعذيب في المرحلة النصرية، لأن صنع الله إبراهيم يعني في صدفة قدرية كان هو في قيد واحد مع شهد الشافعي. شهد الشافعي كان أحد أشهر المنظرين اليساريين وكتب كتاب عن تاريخ الحركة الشيوعية ومات تحت التعذيب. هذه الواقعة أحرجت حتى عبد الناصر في مؤتمر خارجي، لأنه كان في مؤتمر عدم الانحياز في يوغوسلافيا، وهناك لقى نفسه أن في القيادة الشيوعية هناك بتطلب من الناس الحاضرة أنها تقوم وتقف دي أحداد على قيادي يساري مصري مات تحت التعذيب في المعتقلات النصرية. نقدر نقول أن صنع الله إبراهيم نموذج لما يسمى بكتاب الستينيات أو كاتب الستينيات، الذين فرضت الظروف عليهم وجود علاقة قوية بين السياسي والأدبي، بين الأدب والعمل السياسي والوطني. كان صنع الله في مقتبل شبابه عضوا في الحزب الشيوعي المصري، وألقي القبض عليه مع رفاقه وزملائه في نهاية الخمسينيات، وخرج من المعتقل في 1964 بعد حل الحزب الشيوعي. كان صنع الله واحدا من أصغر المعتقلين، كان لم يبلغ 20 بعد تقريبا. في المعتقل سمع المناقشات الثرية التي كانت تدور. كان هذا المعتقل يضم مجموعة كبيرة جدا من مثقفي مصر الحقيقيين، مثقفين هم الكبار. كان يوجد إسماعيل صبري عبد الله، فؤاد مرسي، محمود أمين العالم، الكاتب ألفريد فرج، مجموعة كبيرة جدا يعني. هو صنع الله إبراهيم بدأ كتابته داخل المعتقل، وطبعا تحت طائلة إن في أي وقت ممكن يتصادر ما كتبه، فكان حريص على كتابة تلغرافية، كتابة موجزة، كتابة يسهل قراءتها دون تعمق. فهذه الطريقة استمرت معه بعد خروجه من المعتقل. ولكن هو في الأول كان في المعتقل كان بيفكر في كتابة رواية عن طفولته، وأن يدع الشخصيات تتكلم بلغتها. طبعا لغة الشخصيات هتبقى لغة غير مجازية، لغة متقشفة، لغة مباشرة. فهو حين أنهى فكرة كتابة رواية الطفولة استمد من تجربته الشخصية بعد خروجه من المعتقل هذه الطريقة في الكتابة. اقتصاد كبير جدا في التعابير والمحسنات البديعية والبلاغية واللفظية وجمل تقريرية، ولكنها صنعت في الآخر صورة في منتهى الدلالة والعمق للقارئ. ويمكن دي كانت الجدة بتاعتها. الجدة بتاعتها أنها لا تقول للقارئ مباشرة ما هو المغزى، ولكن تتركه هو نفسه يستخلص من تلك الوقائع المجردة والتي قد تبدو محايدة، يستخلص ما يريده الكاتب. هذه الطريقة في الكتابة كانت لغة جديدة على القارئ العربي، وفي نفس الوقت وجدت من يهاجمها من التقليديين المحافظين، يعني شافوا أن ده دليل على سوء مستوى اللغة عند الكاتب، سوء ثقافته العربية، أن هو كاتب
يعني عاوز يعمل ثورة في الكتابة بشكل منحط. أعتقد أحد أذواق المصادرة إن النقد الأدب المحافظ أو الذي يطلق عليه اليميني كان عايز يقول إن دي مش الطريقة التي لن يتم ترويج هذه الطريقة في مصر. حتى صنع الله بعد كده قال إن هو في طبعاته التانية بدأ يصحح اللغة يعني حتى لا تكون مدخل لمهاجمة الرواية. السنة 66 اللي صدرت فيها تلك الرائحة في بداية السنة سنة مهمة جدا في التاريخ المصري. سنة بتعبر عن أزمة، سواء كانت أزمة اقتصادية أو أزمة وجود فجوة في الثقة بين المثقف وقيادة الثورة كما كانت تسمى آنذاك، وده بان يعني بشكل كبير جدا في قضايا الحريات وفي قضايا الإبداع. تلك الرائحة ما كانتش هي الوحيدة اللي في سنة 66 اللي تعبر عن هذا القلق. صرصرة فوق النيل لنجيب محفوظ في 66، ميرامار في نهاية 66 مسلسلة في الأهرام ثم صدرت في 67، كمان تواكب هذا مع بنك القلق كتاب الشهير لتوفيق الحكيم. ولذلك تلك الرائحة تجيء في موجة من هذه الأعمال. المسألة الأخرى إن في سنة 66 بيبدو تمرد شبابي واضح على قيادة الثورة، وبيتقبض على تنظيم بيتهم بأنه امتداد للقوميين العرب، وبيتقبض على تنظيم تاني محاولة ماركسية أو شيوعية لإقامة تنظيم سياسي، واللي هو تنظيم وحدة الشيوعيين اللي ضم كثير من مبدعين ومثقفين فيما بعد اللي اتشهروا في السنوات اللي بعديها. ربما تلك الرائحة بتاعت صنع الله كان فيها تميز. نجيب محفوظ لما بيكتب الروايتين بتوعه أو توفيق الحكيم فهو قاعد في المجتمع، لا اتسجن ولا عاش فترة عزلة عن هذا المجتمع. أما يجي صنع الله إبراهيم اللي غاب سنين في المعتقلات وفي السجون وفي الواحات بعيدا عن هذا المجتمع، أكيد نظرته هتبقى مغايرة وعينه هترصد أشياء لم يرصدها الآخرين، لأن تعتبر عين طازجة بتشوف بشكل آخر. الرواية كتب 65 نشرت 66، جاءت بعد ذلك هزيمة 67، بدأ مع جاليري 68 بدايات الرفض الخجولة للسلطة الناصري. بعد ذلك جرت في النهر مياه كثيرة، اختلفت الأزمنة. يعني حين نقرأها في الستينيات ونقرأ الرواية التي نشرها أخيراً صنع الله رواية 1967، سوف نجد أننا إذا قيمة تاريخية وهي الكشف عن نمط هذه السلطة، لذلك منعت الرواية. هناك القيمة الجمالية التي توطدت بعد ذلك، يعني هذه الطريقة في الكتابة، ما لبس كتاب الستينيات أو كثيرون ما لبس كثيرون منهم أن اتبعوها، وهي خاصة باللغة والمجاز ونمط البطل والحبكة إلى آخره من التفاصيل الجمالية الكثيرة سادت بعد ذلك. ولذلك إذا قرأنا الآن هذه الرواية سوف لا نجد فيها أسبابا للمنع، لكن في الفترة التي صدرت فيها كانت أسباب المنع واضحة جدا. أولا رفض السلطة الشمولية، ثانيا الكتابة بطريقة تكاد تصل إلى أن واحد بيكتب برقية من البرقيات، وهو خاص باللغة. يعني حين يأتي شاب الآن ويقرأها وغير ملم بالسياق التاريخي قد لا يستطيع أن يدرك القيمة التي تشير إليها هذه الرواية. النسخة الأولانية كانت كاملة ولكن تم مصادرتها، بعد كده ظهرت طبعتين، ولكن هم من نفسهم عملوا رقابة ذاتية، يعني هم بدأوا يحذفوا ما يعتقدون أن الرقيب صادر الرواية من أجلها، مواضع التعذيب، مواضع الجنسية. فهو أصر أن دي مش النسخة الكاملة وصدرت بدون علمه، فلما طبع الرواية الطبعة الأولى كاملة مرة أخرى
سنة 86 في القاهرة. دي أول نسخة كاملة بعد النسخة الأولى التي تمت مصادرتها. تتالت روايات صنع الله إبراهيم كلها تتحدث تقريبا أو معظمها عن كتابة لرواية سياسية عن رفض الصوت الواحد في المجتمع، عن رفض الرقابة، عن رفض القمع الرمزي أو الجسدي أو المادي الموجود في الواقع. يوسف إدريس في مقدمة تلك الرائحة شيد بالرواية على إنها فتح في الرواية المصرية، ما يؤكد إن يوسف كانت عينيه لقطة وشايفة جيدا ما قدم في هذه الرواية الفريدة في الأدب المصري.